الفلاح بيخسر. طيب. الفلاح بيخسر. بس الفكر اللي عندك ده إن شاء الله مش هتخسر. كان عندي إنتاج بالنسبة لللب هو ما نبحش منه ولا كيلو. ولله الحمد والله وزعناه كله على اهل البلد عندنا حبقى ولا اه والله بصراحه لاني لما قالوا الارض مش هتزرع انا فعلا انتجت المحصول ولو حضرتك نزلت في الارض هتلاقي الانفار كانوا بيكسروا اللب والله صرفت عليه ثمن تكسيره وثمن خدمته ومع ذلك اتفرع كله على الحبايب اه والله لان هم لما قالوا لي مش هيزرع قلت اول زرعه هتيجي هتطلع خالص عندي والله ما خدنا منه والله ما نبع منه كيلو. جهاز الملوحه معالجه الملوحه فائدته كبيره جدا ووفر علينا حاجات كتير وفادنا في نظام التحجيم في الزيتون. التحجيم حبايه الزيتون النهارده تختلف عما كانت نسبه الملوحه بتاعتها عاليه. نسبه الملوحه هنا في المنطقه عامله 3000 في المليون دلوقتي مع معالج الملوحه قلل النسبه وزاد نسبة الحجم. النهارده حجم الزيتون عندي بيترى يعني في المرحلة الخامسة والستة في نظام التدريب. والله موضوع الزيتون يعني هو بحاجة إلى اهتمام ومزيد من الاهتمام وخاصة بالنسبة لموضوع تنقيط المياه. إن هو بيبدأ نسبة ولا بييسر إن النبات يقدر يمتص؟ بالظبط. ما هو إيه؟ بيحاول إن هو طبعًا بيفتت الأملاح وبالتالي بيقسمها الى عناصر فبيسهل على النبات وخاصه الزيتون امتصاصها من ايه؟ من التربه. الحاجه الثانيه ان بيبقى ليه اثر ان بيساعد معانا في النمو الخضري او في النمو الثمري وحتى في مراحل اللي هي اللي بعد الشتل بتصل الى 30% بيوفر علينا وقت يعني بيوفر في الموسم من الوقت برضه بالنسبة لمرحلة النمو الخضري لمرحلة التزهير لمرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الإثمار. الحاجة اللي بعد كده إنه هو بيكون له دور في تخفيض نسبة السماد اللي احنا بنحطه كمان لأن المية طبعا لما بتبقى نقية بيسهل على النبات امتصاص العناصر من التربة نفسها. التربة هنا غنية ببعض العناصر فبيستفيد منها مع السماد العضوي اللي احنا بنحطه. اكيد باين على الشجره. الشجره كان فيه ايه؟ يعني العضو الخضري بدا يعني يشتغل، الشجره بدات تنمو، بقى في براعم جديده في الشجره. كان نموها واقف يعني بدات يا دوبك تتحرك. كان نموها واقف. كان النمو بتاعه واقف. لتسيب الميه ملحه والشجر يطرح صفار بتخلي الارض صالحه.